حقق بسعيك ما ردت لترتقي مكنون قلبك مثل نور مشرقي حقق بسعيك ما ردت لترتقي مكنون قلبك مثل نور مشرقي وابذل لتقطف خيركم في بهجة وتسيل في الأكوان من نبع نقي. كلام بارئنا إلينا الذي خشعت إبان سماعه الإنس والجن والملائكة، وهب الله لنا به سكينة الروح والجسد، فما أكثر من طلب السكينة فما وجدها، ووجد القرآن عنده فوفاه قلبه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لما تدرس القرآن على الشيخ معين يعطيك كل حرف منين يخرج وكيف يخرج والطريقة اللي يخرج فيها، فأنت طبيعي ينعكس هذا على كلامك على حياتك، فحتى يعني تحدث الناس بتجويد تصير بدون يعني ما تنتبه على نفسك. أولاً هو توفيق من الله عز وجل، ثانياً الرغبة، كون الإنسان يرغب أن يحفظ القرآن أو لا يرغب، أنت ترغب، أنا أرغب، فلان يرغب، لكن ثمة أناس كثير لا يرغبون أصلاً، أو ربما يرغب لكنه لا يعمل، لا يعمل لتحقيق هذه الرغبة، وهذه مشكلة. ابتدأت في حفظ القرآن الكريم كنت بالصف الثالث الابتدائي، يعني كان عمري تقريباً 7 سنوات، ومكثت من الصف الثالث حتى الصف التاسع، يعني ما يقارب 6 سنوات أو 7 سنوات. كنا نحفظ بجماعات، وكل ما نحفظ يعني أجزاء معينة نختبر بها، والذي يرسب خلاص يفصل من هذا المركز. حتى يعني حفظنا القرآن من كل مركز 1 أو 2 فقط. القرآن يؤخذ بالتأني ليثبت أكثر. نعم، وجه في اليوم كاف جدا، إلى وجهين، هذا هو المعقول. بين التأني بالحفظ والمنافسة عليه، عبر علاء وإبراهيم بالقرآن نحو فضاءات معرفية وتخصصات علمية مختلفة، صيرتهم أشخاصاً فاعلين في المجتمع وأصحاب حظوة ومكانة وتأثير. أنا أدرس ماجستير الشريعة الإسلامية، الفقه والتشريع الإسلامي، وأعمل في المحكمة الشرعية كمأذون شرعي مزوج، فكل في نفس الاختصاص. فلما تقدمت لهذه وظيفة المأذون الشرعي كان الامتحان عبارة عن دلائل قرآنية، هذا دليل على عدة المطلقة، هذا دليل على كذا، فأنا كنت حافظ، فحصلت مركز متقدم في الامتحان بفضل الله ثم بفضل القرآن، يعني مش بجهدي ولا بعقلي. يعني لو لم أكن حافظ القرآن وقال لي هذا دليل على شيء ما أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قدم الحافظ للقرآن في غزوة أحد في القبر، لما يتزاحم 2 في قبر واحد يقدم الحافظ، أيضا قدم الصغير الحافظ للقرآن على الكبير الشيخ العجوز. القرآن الكريم يدعم كل شيء، يدعم ثقافتك، إذا جلست في أحد المجالس بين جماعة من الناس يعني يكون لك القدرة أن تتصدر المجلس بكلامك وبالعربية الفصحى وبدون أي أخطاء. لو كنت في صلاة الجمعة وغاب الخطيب تتصدر الخطابة، ويجعلكم متوسع في علوم السيرة، في علوم قصص القرآن، في علوم التجويد، في علوم السند، في كل شيء. ويعني لا يمكن أن يكون مأذون غير متزوج، زي ما نقول في فلسطينية نجار أبواب مخلعة، ما يزبط. هذا الصفاء لمن تطاع وله العلن، وعليه من رب سيان.
كأنه من خيره شمس الضحى في المشرق. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نال علاء منصب مأذون شرعي بما يحفظه من القرآن، وهذا ما سهل عليه نيل منصب آخر، منصب أكثر عناية بالقلب. ما خالط القرآن شيئاً إلا وباركه. إذا خالط وقتك القرآن فيطرح في وقتك البركة. كنت في التوجيه الثانوية العامة، توجيه في فلسطين نسميه، فكان كل أقراني من سني ليلاً نهاراً صباحاً مساءً في الدراسة. أنا كنت أخص وقتاً للدراسة ووقتاً للقرآن، فيقولون لي تضيع وقتك بالقرآن والدراسة أولى، ولكن كنت يعني أدرس وأنجز في هذا اليوم أكثر مما يدرسون أو ينجزون. إن القرآن ما خالط شيئا إلا باركه. القرآن بحر، بحر عظيم كبير واسع. علوم القرآن وما يتعلق بالقرآن، كل شيء في الحياة الدنيا مرجعه القرآن. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. الشاب دائما عقله في الملذات، بغض نظر بالملذات دائما، فكل ما هم حافظ القرآن بملذة من الملذات سبحان الله يتذكر آية والله لا إرادي. إذا هممت بإسراف وتبذير تتذكر إن السفينة كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فيردعك. الحفظ مطلوب وله فضائل ومزايا عظيمة، لكنه دون تطبيق لا شيء. الحفظ وسيلة ومهم ولا يزهد فيه إلا جاهل به، لكن التطبيق أهم بكثير. كل شيء دون التطبيق ليس بشيء. هذا ما يميزك عن غير حافظ القرآن، لا يردعه إلا العيب. ونحن للأسف مشكلتنا نربي أبناءنا دائما هذا عيب، فيخرج لنا جيل يخاف الناس ولا يخاف الله. أما لو ربيت هذا الطفل هذا حرام وهذا حلال، بنتج عنك جيل يخاف الله ولا يخاف الناس. لقد كان القرآن محورا هاما بنيت عليه أركان الحياة عند علاء وإبراهيم، وكان هذا البناء ثابتاً كفاية لينعم كل منهم بالطمأنينة مع الاستقرار والسعادة مع التوفيق والصلاح. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ما أعذب القرآن أصدق آية ورسالة جاءت بخير مغدق ألقاه ربي في العوالم كلها فإذا بها بعد الضلالة ترتقي فإذا بها بعد الضلالة ترتقي.